دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم أفضل تصديات الجولة. انطلاقة مر من الأول رياض الإبراهيم، مر بمهارة، هي 93 والثلاثة كلهم في عمر واحد اللي جلبهم نادي الاتحاد، لكن شوف التحرك، شوف المهارة عند رياض. استمر لصالح فريق التعاون، الرويلي فيها جول، السهل للاعبين فريق التعاون لمنطقة 18 والخطورة، شوف فاعل 2 3 4 5 والكرة وصلت إلى الرويلي وأعطى التسديدة ومن ستسعد مديب وحولها في المرمى. هل خطت؟ هل عدت خط المرمى؟ من جديد عند ليما بيحاول بشماله، عدى كويس، عدى على يمينه ولعب العرضيه، والمره دي العويس نسيت وادي، برافو دفاع الشباب. وايه اللي بيعمله الوحده ده؟ بالشمال شغال ليما، باليمين شغال عرضيه، وادي هنا الكوره. حسدناك يا عويس، حسدناك يا عويس، لكن شوف بوقفته المعهوده بيلعب لك كرة.